السلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي تشيكن نوغاتس. شكون اللي ما كيعجبوش هذا النوع ديال لي سناك؟ في هذا الفيديو هذا جيبتكم بمكونات بسيطه وبطريقه سهله ان شاء الله غتولي هذه الوصفه هذه هي المعتمده عندكم ان شاء الله، وتوليو تبرعوا وليداتكم. والمرحله المهمه في هذه الوصفه هذه هي الطياب. ملي تبغيو تقليوهم ما تقليوهمش في الزيت اللي تكون سخونه بزاف باش ما يتخطفوا لكم. نفس الطريقه كيفاش كتقليو البريوات ديال اللوز كذلك هو مثال، كيقول لك تقليوهم في الزيت اللي تكون متوسطه الحراره باش ما يتخطفوا لك. على بركه الله بالنسبه للمكونات كنحتاج 400 غرام ديال الصدر ديال الدجاج، هنا معلقه كبيره ديال الشابلور شديت وحمرت شويه في المقله، يمكن لكم تستغنوا عليه الا ما بغيتوش ديروا ما ديروش. كاين كذلك اللي كيدير في النوغات كيدير فيهم البيض عاوتاني مخلط مع الدجاج باش كيجي حتى هو معلك شويه، ولكم الاختيار. بالنسبه للشابلور انا كنستعمل الشابلور الياباني، هذا يمكن لكم تلقاوه في المحلات اللي كيبيعوا المواد الغذائيه، وحتى في المحلات الكبرى مثلا مرجان وكارفور غتمشيو لغايون ازياتيك غتلقاوه مع فين كتباع صوص الصوجا صوص زويتر الى اخره. الصراحه زوين بزاف. الا ما لقيتوش غتشدو الخبز ديال باندومي غتيبسوه في الفران، من بعد غتخرجوه وغتحكوه. هنايا شويه سكنجبير، تحميره، البزار، الخرقوم، الحامض، والثومه، وشويه الملح والمطارد. هنا التوابل حسب الذوق، كاين العزيز عليه التوابل بزاف، كاين العزيز عليه شويه، حسب الاختيار. هنا بالنسبه للاباراي اللي غندوزو فيها الدجاج اللي كتسمى بالطومبورا، غنحتاج الماء، جوج معالق كبار ديال الدقيق، خماره كيماويه، بيضه، وهنا مزيج ما بين شويه سكنجبير، الملح، البزار، وشويه الثومه. وهنا الشابلور اللي كيبقى عنصر اساسي في الوصفه ديالنا. هنا غناخذوا الدجاج ديالنا غندوروا عليه 5 ديال الثواني، من بعد عاد باش غنزيدوا التوابل ونستمروا في الطحن. الا ما بغيتوش تطحنوه بزاف لكم الاختيار، المهم ما يبقاش طروفه كبار. وكذلك يمكن لكم تشريو الكفته جاهزه مع هذا الجزار ومن بعد ضيفوا عليها التوابل. هنا ملي وجدت الكفته ديالي كندهن يديا بشويه الزيت وكنبدا كندير في كويرات بهذا الشكل هذا، والشكل كيبقى حسب الاختيار. من بعد ما غنكملهم غنديرهم في الثلاجه واحد 30 دقيقه. وهنا غنبدا نصيب في هذاك الخليط، غندير بيضه نزيد عليها التوابل، من بعد الدقيق والماء بشويه بشويه.
ومن بعد كنحصلوا على الخليط بهذا الشكل هذا، ما يكونش جاري وما يكونش ثقيل بزاف. هنا كناخد الدجاج كنعملو في الخليط اولا، من بعد الشابلور. من بعد ما كتكملو يمكن لكم تقليوهم هذيك الساعه، يمكن لكم ديروهم في المجمد كيف عملت انا. من بعد ما خرجتهم من المجمد غنوضعهم مباشرة في الزيت اللي كتكون مسخنة من قبل، كيف كتشوفوا 160 درجة. ما طيبوهمش هادو في الفران، لحقاش اللي دخلتهم الفران غطيب الشابلور والدجاج غيبقى خضر من الداخل. ملي غتلوحهم في الزيت راه غيهبطوا لتحت لحقاش مازال خضرين، غير كيطلعوا الفوق عرفهم راه بداو كيطيبوا، وهذا دليل على النجاح ديالهم. لحقاش هذيك لاكوش اللي كاينه الفوق اللي فيها البيض والدقيق الى اخره كتنفخ وكتولي مقرمشه، هما هنا يبداو كيطلعوا الفوق وتنفخوا، اذا بداو كيطيبوا. اما الى بقاو لتحت وتحمروا راه كيكونوا باقي مازال خضرين. وكيف كتشوفوا هذه النتيجه ديالهم كيجيو رائعين. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. بالنسبه للصلصه المرافقه هنا واحد الصلصه هذه سميتها صلصه الثوم، ان شاء الله غنخصص فيديو كيفاش كتصايب من الاول حتى الاخر، وكذلك غنقول لكم الا طاحت لكم كنتو كتطلعوا فيها وطاحت زعما كاين خسرات، شنو هو السر اللي يخليكم باش تنجح لكم من جديد وما تلوحوهاش. حتى المايونيز كذلك، المايونيز ان شاء الله ما غتبقاوش تلوحوها، كاين الناس اللي كيكونوا كيطلعوا في المايونيز كطيح صافي وكيشدوا كلشي كيلوحوه كيوليو خاسرين البيض الزيت المجهود الوقت حتى هو. ان شاء الله الفيديو اللي غننزل على قبل هاد لاصوص هادي غيفيدكم بزاف. هنايا الصلصه ديال الثوم قسمتها على جوج، نص درت فيه الهريسه ونص خليتو عادي. وكانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بالدعم لي لايك والبارطاج باش تشرف القناه ونزيدوا القدام ونجيب لكم مازال الجدير. عندي واحد الكتالوج قاد هكا وصفات قديمة وقديمة ولكن شي حاجة اللي ناجحة 100% وزوينة اللي غتعجبكم ان شاء الله. خليتكم هاد الساعة، بسلام عليكم.